بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا، ما هذا الذي يجري في مصر؟ ما هذا الذي نشاهده؟ وما هذا الذي نسمعه؟ ما هذه الأحداث التي تقع على أرض مصر ولا تتوقف ولا تهدأ؟ من الذي يعبث بأمن مصر؟ من الذي يخطط؟ من الذي يحرك الأحداث؟ من الذي يدبر في الخفاء؟ ما هذا الفلتان الأمني؟ ما هذا الذي يحدث؟ قتل 70 وزيادة، منهم من قتل خنقا، ومنهم من ألقي من فوق المدرجات، منهم من طعن بآلة حادة، منهم من ضرب على رأسه حتى مات. من وراء هذه الأحداث؟ من الذي سمح لهؤلاء أن يدخلوا بالآلات الحادة القاتلة المميتة؟ ومن الذي فتح لهم الأبواب؟ ومن الذي أطفأ الأنوار؟ ومن الذي منع القوات من الدفاع عن هؤلاء المعتدى عليهم؟ من؟ وما هذا الكابوس؟ ما هذا الكابوس الذي نعيش فيه؟ سطو على بنك، سطو على سيارة مصفحة لنقل الأموال، هجوم على تجار لأخذ ما معهم من أموال، خطف للشباب من أمام البيوت، خطف للنساء واغتصاب للنساء. ما هذا الكابوس؟ ما هذه الأزمات؟ أزمة في البنزين، أزمة في الأنابيب، أزمة في الخبز، أزمة في كذا. ما هذا؟ ما هذا الذي يحدث؟
الفاعل هل هو مجهول أم معلوم؟ عندنا أجهزة مخابرات وليس جهازا واحدا وإنما أجهزة متعددة. هل عجزت وفشلت في أن تتوصل إلى الجناة إلى المخططون والمحركون للأحداث؟ وهناك أجهزة مخابرات كثيرة تعبث في بلادنا، هناك أجهزة مخابرات كثيرة تعبث في بلادنا لإشعال حرب أهلية داخلية بين المصريين حتى ينشغلوا عن المحبوسين في طرى وفي غير طرى، حتى لا تقوم لمصر قائمة، حتى لا تقف على قدميها بعد ذلك، حتى تنهار مصر وتدمر ولا تقوم لها قائمة. نعم، ربما يخطط المحبوسون في طرى، نحن نتوقع هذا. المحبوس في طرى هذا أو ذاك له أعوان في الخارج، إنه محبوس ليس عنده إلا التفكير والتخطيط، له أعوان يوصل إليهم الطلبات والأوامر بطريقة أو بأخرى، هذا متوقع. إنسان ما عنده إلا أنه يقعد يفكر كيف يتخلص من هذا السجن، كيف يتخلص من هذا المحبس، كيف يتخلص من الأحكام المتوقعة عليه ومنها أحكام بالإعدام. يفكر في حيل ويبعث بالأوامر ولو أعوان يتولون التطبيق، هذا أمر متوقع. ولكن لابد من إجراءات، وإلا لن تتوقف هذه الكوارث وهذه المصائب وهذه الأزمات، هذه الآلام والأحزان والمواجع والمتاعب لن تتوقف، لابد من إجراء حازم وحاسم. البعض يقول قانون الطوارئ، والبعض يقول المحاكمات العسكرية، المحاكم العسكرية، والبعض يقول نطالب بتشريعات ثورية. عجيب، وأين التشريعات الإسلامية؟ أنت تطالب بتشريعات ثورية لإيقاف هذه المهازل، محاكمات وتشريعات ثورية، لماذا لا تطالب بتشريعات إسلامية فيها العلاج لهذا الفلتان وهذا الإجرام، فيها العلاج لهؤلاء المجرمون البلطجية هؤلاء؟ والله المحاكم العسكرية لن توقف البلطجة ولا الإجرام، وقانون الطوارئ لا يوقف البلطجة ولا الإجرام، وحتى التشريعات الثورية التي يطالبون بها لن توقف البلطجة ولا الإجرام، وإنما التشريعات الإسلامية والإسلامية فقط. في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم أربعة من عرينة، قبيلة من بجيلة تسكن بالقرب من البحرين، أربعة من عرينة ومعهم ثلاثة من قبيلة عكل، المجموع سبعة ويقال ثمانية، قدموا المدينة وقد اصفرت ألوانهم وتضخمت بطونهم، مرضى متضررون، وذكروا أنهم يريدون الإسلام، يطلبون الإسلام، دخلوا في الإسلام وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الشفوق الرحيم عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف الرحيم،
حريص على أمته، حريص على أتباعه، وهؤلاء دخلوا في الإسلام ظاهرا، فأشار عليهم عليه الصلاة والسلام وأمرهم وطلب منهم أن يخرجوا خارج المدينة إلى الصحراء، إلى إبل الصدقة، يشربوا من أبوالها وألبانها علاج لصفرة الألوان وانتفاخ البطون. دلهم على العلاج لهذا المرض الذي يعانون منه. أمرهم أن يخرجوا إلى الحرة، إلى إبل الصدقة، يشربون من ألبانها وأبوالها، وخرجوا. ومع الإبل راعي يسمى يسار. يسار هذا كان عبدا مملوكا، كان عبدا، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرات وهو يحسن الصلاة، صلي كويس بإتقان وخشوع، فأعتقه وجعله على إبل الصدقة راعي يرعى الإبل. يسار هذا لما قدم عليه الثمانية اهتم بهم، فكان يحلب لهم اللبن من الإبل، وكان يجمع لهم الأبوال، كان يروح عليهم ويغدو عليهم، كان يخدمهم رضي الله عنه وأرضاه، ويعتني بهم ويداويهم حتى صحت أبدانهم وصفت ألوانهم وانخمصت بطونهم، وحتى سمنوا من الصحة والعافية، استردوا صحتهم، عادت إليهم الصحة والعافية، فارتدوا عن الإسلام. ثم عمدوا إلى الراعي يسار فملأوا عينيه بالأشواك حتى فقؤوها، فقؤوا له عينيه، ثم لم يكتفوا بهذا وإنما قتلوا. ما هذا الإجرام؟ هناك نوعيات لها قلوب ميتة لا تؤثر فيها النصيحة. ثم أخذوا الإبل وانطلقوا بها، ثم قطعوا الطريق وأخذوا امرأة معه فجروا بها وعادوا إلى بلادهم، إلى عرين قرب البحرين، مسافة طويلة جدا، ولكن وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قتل الراعي وأخذت الإبل، وصل الخبر، فأمر مناديا ينادي بسرعة: يا خيل الله اركبي. الفرسان المسلمين، وجعل الفارس لا ينتظر فارسا، اللي جاهز يركب. فتجمعوا 20 من شباب الأنصار، فأمر عليهم كرز بن جابر الفهري، ومعهم جرير بن عبد الله البجلي، وأرسل معهم قائفا. القائف من قصاص الأثر، يتتبع الآثار، لأن دول مطلوبين في المدينة وبسرعة. وصار الصحابة يطاردونهم حتى أدركوهم وقد كادوا أن يدخلوا ديارهم قبل البحرين، أدركهم الصحابة فأمسكوهم وجاءوا بهم إلى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فسملت أعينهم، ادفعت عيونهم، وهو نبي الرحمة، وهو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، هذا التشريع فيه رحمة للناس، وبأمر الله جل جلاله أمر بهم، فسملت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، تتقطع الكف اليمين ومعها القدم اليسرى. يقف إزاي؟ يقف على رجل اليمين وإيده مقطوعة اليمين، حالة. ثم أمر بهم عليه الصلاة والسلام فأخرجوا إلى الحرة، نفس المكان في الحر، ولم يحسمهم، يعني النبي ما كوهمش، وإنما ترك النزيف
اللي كان تضع ايده كان بيحسم، يعني يحسم حط ايده في الزيت او تتكوى حتى يتوقف النزيف، وانما لم يحسمهم عليه الصلاة والسلام، لم يكويهم، وانما تركهم ينزفون بعد ان سملت اعينهم. والحديث في صحيح البخاري ومسلم متفق عليه. واخرجوا الى الصحراء فكان الواحد منهم يصيح الماء الماء من شدة الحر، حرموا من الماء، منعوا من الماء، فكانوا يستغيثون فلا يغاثون، حتى كان الواحد منهم يكدم الصخر بفيه، يلحس الصخرة عايز حاجة مبلولة، عايز حاجة باردة، عايز يشرب. كانوا يقولون الماء الماء، والنبي يقول لهم النار، وتركهم حتى ماتوا. وفيهم نزل قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهذه الآية محكمة ليست منسوخة، على الصحيح من أقوال العلماء، مثل الإمام مالك وأحمد والشافعي وغيرهم، أن هذه الآية محكمة باقية غير منسوخة لنوعيات معينة من المجرمين، أصحاب القلوب الميتة، أصحاب القلوب الميتة، أهل الحرابة، هؤلاء. هذا التشريع الإسلامي. النبي كان أرحم الخلق عليه الصلاة والسلام، ولكن رحمة بالناس، رحمة بالناس، لا ينفع مع هؤلاء إلا هذا التشريع وهذا الإجراء. والله أرحم الراحمين، أرحم الراحمين هو الله، حكم عليهم بهذا ولم يحرمهم من رحمته، فتح لهم باب التوبة قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. من تاب، من تاب سقطت عنه العقوبة، لا يقتل، لا تسمل عيناه، لا تقطع يداه ولا رجلاه، لا ينفى من الأرض، لا يصلب، لا يعاقب، لا يؤاخذ. هذه رحمة الله. اللي نصيب من رحمة الله، البحي لنصيب من الرحمة، توب، ارجع، عد، باب الرحمة مفتوح، باب التوبة مفتوح. أما أصحاب القلوب الميتة، أهل الإجرام، أهل البلطجة، هؤلاء لا ينفع معهم إلا هذه التشريعات. البعض يقول تشريعات ثورية، ما هذا؟ للأسف الشديد بعض الإسلاميين ردد هذا الكلام مرات، قال نطالب بتشريعات ثورية. لماذا لم تقل نطالب بتشريعات إسلامية؟ لماذا؟ الإسلام فيه الحل، الإسلام هو الحل، الإسلام فيه الحل. ولا أقصد إنسانا بعينه اللي قال نريد تشريعات ثورية، ليس ممن يرفعون شعار الإسلام هو الحل، وإن كان يسعى في هذا يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. طالب أنت أولا بتشريعات إسلامية، قل نريد تشريعات دينية إسلامية، قل نريد أحكاما ربانية، أحكام ربانية، هذا حكم الله، أدي الإسلام وأدي القرآن، هذا قرآننا، هذا كتابنا، هذا ديننا، هذا شرعنا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. تفسير الآية فيه تفصيلات، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر أن من قتل فقط يقتل، ومن قتل وأخذ الأموال يصلب يصلب. وهناك خلاف بين العلماء في طريقة الصلب أو في تفاصيل الصلب. بعض العلماء قال يصلب ويترك حتى يموت، والبعض قال يصلب ثم يطعن برمح، والبعض قال يقتل أولا ثم يصلب، والبعض قال يترك 3 أيام على الصلب، والبعض قال يترك حتى يسيل صديده حتى يتقيح. لهم تفصيلات في الصلب. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. السارق العادي إيده تتقطع، الكف يتقطع، بس ده مجرم، ده قلبه ميت، ده بلطجي، ده قلبه ميت. هؤلاء البلاطجة سمعنا عن عدد كبير من الوفيات من القتلى في الأحداث الأخيرة، ماتوا خنقا، ماتوا خنقا. تخيل ان واحد يخنق بني آدم بإيده ما يسيبوش إلا غير وهو ميت. ما هذا؟ ما هذا القلب الميت؟ ما هذه النوعية؟ ما هذه النفسية؟ ده إنسان يستحق أن يصلب وأن يكون عبرة للناس، لأن ده قلبه ميت. وبعضهم خنق بثياب، يلف كوفية على رقبة الشاب ولا حاجة ثم يخنقه لا يتركه إلا بعد أن يموت. ما هذا؟ ده إنسان، ده وحش، ده مفترس، ده حيوان، هذا ميت القلب. واللي يرمي إنسان من فوق، ما هذه القسوة؟ ما هذه النوعيات؟ ما هذه الأشكال؟ بعد كده يقول لك قانون الطوارئ، ما يعملش حاجة، احبسه، اسجنه، حتى اعدمه. لا، لابد من عبرة عشان غيره يتأثر، غيره يشوف كيف يقتل، تقطع يديه ورجليه، يصلب، تفقع له العينين. واللي فقع عينين بعض الثوار كما يقولون، لازم يتفقع عينه، يتفقع عينه حتى لا يتجرأ أحد بعد ذلك. التشريعات الإسلامية هي الحل الحازم والحاسم، لا قانون الطوارئ ولا المحاكم العسكرية ولا التشريعات الثورية التي يطالبون بها، وإنما الشريعة الربانية، الشريعة الإسلامية والأحكام الربانية هي الحل لمشكلات مصر بل مشكلات العالم. هذا تشريع رب العباد أرحم الراحمين. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ لابد من الرجوع للشريعة. ده القرآن، هذه الآيات، هذا كلام الله وهذا حكم الله. نحن في مرحلة يجب أن نطالب جميعا بحكم الله، يجب أن نحكم القرآن، يجب أن نحكم الشريعة الإسلامية حتى لا تعم الفوضى. ما هذا؟ إيه الفوضى دي؟ فوضى، كوارث، مصائب، فلتان. ما هذا؟ ما هذا الذي نسمعه كل يوم؟ ما هذا الذي نراه كل يوم؟ ما هذا الذي يحدث؟ حتى متى؟ متى تطبق الشريعة؟ متى يطبق الدين؟ متى يعود الأمن إلى البلاد وإلى العباد؟ أسأل الله أن يحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. أسأل الله أن يجعلنا ممن يسعون في تحكيم شريعته وفي تطبيق كتابه الكريم. أسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ المسلمين جميعا
من كل شر ومن كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. هذه الأيام يتحدث الناس عن المولد النبوي الشريف، عن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن في هذه المناسبة نقول للناس: أين سنته؟ أين طريقته؟ أين هديه صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا لا تطبقون سنته وطريقته وهديه عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا تقتدون به؟ ولماذا لا تتأسون به؟ كثير من الناس يجهلون سنته، لا يعرفونها، لا يتعلمونها، لا يسألون عنها، ثم هم الذين يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جهال بسنته، وهم جهال بطريقته، وبعضهم يعرف السنة ويتركها عامدا، كبعض الشيوخ والعلماء في مواقع حساسة وكبرى كبيرة. تلاقي الشيخ عالم ومسؤول عن جامعة دينية إسلامية شرعية، وهو حليق اللحية، حليق اللحية. فضيلة الشيخ، فين السنة؟ سنة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك أصل اللحية سنة وليست فريضة، وهذا كذب. اللحية، إطلاق اللحية فريضة بإجماع العلماء وليس فيها خلاف. واحد شيخ كبير في اتصال تليفوني يقول أصل اللحية فيها خلاف. فضلت الشيخ، فاش خلاف؟ عند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة إجماع العلماء أنها فريضة واجبة ليس فيها خلاف. الشيخ بس فهم الناس ما يعرفوش ان ايه فيها قولين وفيها خلاف. كل حاجة فيها خلاف، كل حاجة فيها قولين. فهل فيها خلاف فيها قولين؟ ما فيهاش خلاف ولا فيها قولين. ويا فضيلة الشيخ، ولو فيها قولين وفيها خلاف وقلنا ان هي مش فريضة انما هي سنة، يا فضيلة الشيخ انت اولى الناس باتباع السنة، انت القدوة للناس، انت اولى الناس باتباع حبيبك صلى الله عليه وسلم. وبعدين الشيخ يقول لك دي قشور. يا سنة النبي قشور، يقول لك اصل دول يهتمون بالقشور. الدين بتاعنا لباب، خلينا في جوهر الدين واتركوا القشريات، القشور، الشكليات. هذه نوعيات بعض الشيوخ والعلماء، وهم اللي بيحتفلوا بالمولد. تقول عن سنة حبيبك قشور؟ انت تقلل من شأنها، تستهين بها وتقول دي قشور؟ قشور الهدي الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، علامات الإسلام الظاهرة، تقول عليها قشور؟ ده احنا مصيبتنا مصيبة في العلماء. مفروض كل العلماء يكونوا على اللحية. ليه؟ لان دي سنة النبي، وحكمها في الدين أنها واجبة، سنته طريقته، وهي واجبة من حيث الأحكام. ولو كانت غير واجبة، ما أنت عالم، ده أنت متبع، العيون متعلقة بك، الأنظار متجهة إليك، يقولوا أنت اللي أنت اللي فاهم، أنت اللي عالم، أنت اللي عارف هدي النبي وسنة النبي وطريقة النبي، أنت اللي عارف النصوص، أنت اللي عارف الأدلة. لما نبص لك كده كأننا بصينا للنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية المعرفة يعني. وإنما تلاقي الشيخ يحلق لحياته. بمن تقتدي أيها الشيخ؟ أنت قدوتك مين؟ كل الأنبياء كانوا ملتحين، كلهم بلا استثناء كانوا ملتحين، كل الصحابة كانوا ملتحين، كل التابعين، كل العلماء. أنت قدوتك مين؟ أنت أسوتك مين؟
عملت كده زي مين؟ زي مين؟ وبعد كده هو اللي بيحتفل ويهاجم السنيين، يقول لك دول متشددين، دول متعصبين، دول يتمسكون بالقشور. لا، احنا بنتمسك بالقشر واللباب، واستغفر الله، هذه كلمة لا يجب ان تقال، انا اقول بالرد عليه، انما احنا عندنا في الدين لا يوجد قشر ولباب، كل دين، كل دين، لا نقول هذا قشر وهذا لباب. ده بعض العلماء وكثير من الناس يجهلون السنة، ما يعرفون السنة، لم يتعلمونها ولا يسألون عنها أصلا، ده ما يعرفش السنة، لم يتعلمها، لا في مسجد ولا في بيت ولا في مدرسة ولا في معهد ولا في كلية، يجهل سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد كده يجي يوم المولد وهو اللي هيشتري الحلوى، أو هو اللي هيوزع الحلوى، وهو اللي هيوزع الشربات، وهو اللي هيتصدق بالصدقات، وهو اللي هينفق النفقات حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبك للنبي خليه اقتداء، خليه تأسي، خليه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآيات في متابعة السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، كثيرة جدا في القرآن الكريم. وإن تطيعوه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآيات كثيرة جدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، إلى غيرها من الآيات. وبعد كده نيجي نشوف التطبيق العملي، الاقتداء والائتساء برسول الله، المتابعة لرسول الله ضعيفة، قليلة، وأحيانا معدومة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا والناس بيتكلموا عن المولد النبوي الشريف، الاحتفال بالمولد ليس بإلقاء القصائد ولا المدائح، يجيبوا واحد مداح يغني يوصف النبي كحيل العين عليه الصلاة والسلام، واسع العينين أزهر الجبين، وكذا وكذا، وهو بعيد عن السنة، وهو بعيد عن السنة، وهو جاهل للسنة. ليس هذا هو الاحتفال، ليس هذا هو الاحتفال، وليست هذه هي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المحبة الحقيقية، المحبة الحقيقية عمل، أسوة، قدوة، متابعة، تنفيذ. ونحن في هذه الأجواء نقول المتابعة لرسول الله، طالب بهذا الشرع الذي دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طالب بهذه التشريعات والأحكام التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دافع عن هدي رسول الله وعن سنة رسول الله وعن ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دافع عن الكتاب الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي المحبة الحقيقية، وهذا هو الاحتفال الحقيقي بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، عودة إلى الكتاب والسنة بفهم أعلم هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عودة إلى الشريعة الإسلامية، عودة إلى الأحكام الربانية، عودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه.
اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بوعدك واتبع هداك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين كل شر وسوء يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل خير الإسلام على يديه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاخذله يا رب العالمين، ورد كيده إلى نحره واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم قوي شوكة المسلمين، اللهم مكن للمسلمين في كل مكان، اللهم مكن للمسلمين في كل مكان، اللهم مكن للمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم ليكونوا من المؤمنين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.